عبد المساء، السلام عليكم. من كندا تحديدا، من مقاطعة أونتاريو. نتكلم عن مدينة أوتاوا. اليوم عندنا لقاء مع أحد شخصيات الجالية العربية الناجحة، الدكتور إيهاب. مرحبا بي، نرحب بي في غرفتنا في مجتمعنا العربي المختلف. أحد الشخصيات الناجحة اللي قدم مساعدة كبيرة إلى جاليتنا الحبيبة العربية مضمون أكيد العراقية، يعني نسمح لها حياة شوية. نعم، الحقيقة أسعدني جدا اللقاء، والأكثر نشاطا من المتميز. اليوم حنلتقي مع الدكتور إيهاب، يقدم لنا شرح مهم مفيد جدا إلى الصيادلة والأطباء البشريين اللي متواجدين حاليا داخل كندا، وممكن نقول مقاطعة أونتاريو حاليا، ممكن حول موضوع التحضير لامتحاناتهم لغرض معادلة الشهادة. أنا يتواصل معي معدل كل تقريبا شهر 4 إلى 5 من الإخوان، وكنت دائما أقدم الاعتذار. الآن أقدم اعتذار أخير، أنا أقول ما أقدر أساعدكم. سودانيين، سوريين، عراقيين، جزائريين، اخوان صوماليين، 2 دكاتره، 2 انا اعتذر لهم جدا، لانه ما كنت اعرف دكتور إيهاب ولا كنت اعرف نشاطه. بس ان شاء الله هالمره الحظ خدمنا، وراح اقدم لكم الدكتور إيهاب باختصار يتحدث عن موضوع هذا الموضوع المهم للدكاتره والصيادله. وانا قدمت هاي ثالث مره اعتذار لكم، لان هذه المره راح ان شاء الله تحصلون مساعده مباشره مع الدكتور إيهاب. دكتور غالي، مرحبا بك. اهلا بك يا دكتور، لحسن الضيافه. انا يعني كانت شرف كبير ان حضرتك شرفتني النهارده وتعرفت بقامه كبيره في الجاليه العراقيه والعربيه. بس بس اي اج بلس، انا عاوز احمل على اللهجه المصريه، ما قدرتش اشوفها. اج بلس، ماذا تقدم للطبيب الصيدلي العربي المقيم في كندا اللي عاوز يمتحن؟ تفضل. تمام. Edge Plus هي الحقيقة شركة فعلا موجودة هنا في أوكفيل أونتاريو، بس إحنا بنخدم الجالية العربية في كل أنحاء العالم. يعني إحنا أغلب الأطباء والصيادلة اللي هم كلاينتس بتوعنا لسه موجودين في بلادهم، في السعودية أو في مصر أو في الأردن. هذه ملاحظة مهمة جدا جميلة. لأن الحقيقة هقول لحضرتك حاجة يمكن أستاذ المشاهدين هيتبسطوا منها، هو الكوفيد له كل حاجة سيئة طبعا جت معاه، ما عدا حاجة واحدة بس، الأطباء والصيادلة اللي هم سمحوا إن هم يعملوا امتحاناتهم أونلاين وهم لسه في بلادهم. طيب، ففي جزء من المعادلة حضرتك ممكن تعمله كطبيب أو كصيدلي وأنت لسه باك هوم، وأنت لسه في بلدك. فالحكاية دي سهلت جدا جدا عليهم إن هم يبتدوا المذاكرة ولسه مش متكلفين بقى تكلفة المعيشة الكندية العالية، وان هو بيشتغل لسه هناك. احمد، يعني احنا راح نطول الفيديو عليك، يا سامحنا. يعني اخواني، خاصة الكاستمر اللي انا اعمل لهم الكفالات الخماسية والمجتمعية، وعندنا ايضا كم ملف اللي سادي فيزا. هاي بشرة سارة لكم، انا اتكلم على دكتور احمد عمر، أتكلم على دكتور محمد فضل، السودان قاعد في السعودية، وأتكلم على الأخت الصيدلية هيفاء. هذول الثلاثة جاهزين بالمناسبة، يعني أنتم حضروا قبل لا تجون. هذا البشرة الحلوة اللي أول مرة أعرفها. تفضل دكتور. فهي دي أول حاجة عايز أقولها، إن أنت حضرتك وأنت صيدلي أو دكتور لسه في بلدك، وأنت لسه عندك شغل ولسه مقيم في بلدك، ابتدي المعادلة عشان تنهي اتليست نص مشوار وانت في البلد بتاعك. الطبيب البشري والصيدلي تحديدا، والتحديد طيب اللي احنا شغالين عليه. جميل. اما اللوكال هير من كندا وهو الانتيريو، absolutely you know we have عندنا الامتحان قريب. طبعا اللي هنا بالاونتاريو اللي هم الناس اللي قربوا يخلصوا المعادله، من اللي هم في الامتحان الاخير من المعادله. جميل. دول طبعا بيحتاجوا انه يكونوا ان بيرسون، يعني موجودين شخصيا هنا. احنا عندنا امتحانات الصيدله جايه في شهر نوفمبر الجاي زي ما حضرتك عارفين، فاحنا عندنا امتحانات بنسميها موك اكزامز، بيعملوا امتحانات تجريبيه حضرتك يا دكتور عشان يبقوا عندهم استعداد لما يروحوا الامتحان الاساسي ما يتخضوا، يبقى في نوع من
اللي ما بقاش فيه نوع الرهبه اللي بتجيلنا كلنا ان احنا عمرنا ما شفنا الامتحان ده قبل كده. صحيح. يعني لهم زي تمثيليه للامتحان دوت. طيب ده الاكزام. احنا عارفين امتحانات الصيدله هي متقسمه ضمن فصول او فترات معينه. انتوا عندكم ايضا متقسمه زينا؟ بالظبط بالظبط. مثلا احنا عندنا امتحان نوفمبر. ايوه امتحان مايو. نوفمبر متى نعمل المارك؟ المارك اكزام بتاع النظام بتعمله في اكتوبر، في اخر اكتوبر. يعني هو حاليا عندنا فتره من نهايه اكتوبر لنهايه اكتوبر بالظبط عشان يقدر يعمل مارك. حتى نقدر نسوي يعني ممكن واحد اللي مذاكر يجي يسجل عن حضرتك يعمل المارك اكزام حتى يعمل مكتب في 30 هذا الشهر. بالظبط بالظبط كده في 30 من هذا الشهر. طيب ممتاز. كيف يتواصل معك؟ يا إما عن طريق حضرتك وحضرتك تقول لي، أو إن إحنا هنحط بقى أرقام تليفونات. ده احنا نريد مباشرة معاك. معايا أنا هدي لحضرتك الرقم التليفون أديه لحضرتك اللي هو موجود هنا على كارتي، ده الرقم الشخصي بتاعي. نقدر نحط الكارت معاك؟ طبعا. طيب، طب إحنا شنو الإكرامية للجماعة اللي يجون عن طريقنا؟ طبعا. شو تعمل لهم؟ يعني أي حد بس يقول كلمة السر دكتور ليث. ليث الكعبي. ليث الكعبي، كل الدنيا بتتفتح، إحنا نعمل له يعني سبيشال ديسكاونت وهيكون باسم حضرتك. يعني اي واحد يجي يقول لنا دكتور ليث الكعبي له ديسكاونت. هاي وعدتكم بيه. يعني احنا دكتور انا جدا سعيد بمعرفتك، اتمنى انه كل التوفيق. ما اريد اطول على الساده المستمعين والمشاهدين، هذا كلام رائع جدا، كنت اتمنى بانه اعرفكم فتره. وفي جماعه راح يعصبوا علي، كنت اقول لهم ما اعرف، انا ما ادري، انا اسف، لكن الحمد لله اللي اكرمنا بحضورك. كان لقاء سعيد جدا، وان شاء الله يسعدنا لقاءات ثانيه في مجالات ثانيه. كل الشكر والتقدير للاستاذ علي خلف ابو لجي، هو اللي عرفنا عليه يا جماعه. بالضبط. فان شاء الله نلتقي مره ثانيه، وشكرا على الضيافه. انت نورت حضرتك، وان شاء الله نتشرف بحضرتك كذا مره بقى، عشان عندنا حاجات كتير بقولها للمشاهدين. ان شاء الله. مع السلامة. كما تحدثتم دكتور ليث الكعبي، رئيس الشركة العراقية الكندية من أوكو. الزبون عشان عراقي. هاي الزاوية.